أن إدارة الإطار، إدارة تحالف الدولة بشكل عام، هي التي حسمت أم أن زيارة أردوغان هي اللي حسمت؟ يعني انا اقدر اعطيه النسبة 70 لائتلاف ادارة الدولة و30 لزيارة اردوغان. هذه الـ30 على من اشتغلت؟ شخوص اشتغلت على كل المنظومة سنيا كرديا شيعيا؟ لا شيعيا وكرديا ما الموضوع مو يمهم، مستقرة مربعاتهم، لكن على المكون السني. وانا اعتقد تأثير شخوص مو تأثير فرض، يعني اخذ المنصب من مساحة واعطاء لمساحة في داخل المكون، تفضيل شخوص على شخوص، وبالتالي سيحسم الامر. هنالك قرار وطني. احنا اجتماع الاطار الان اللي هو الاجتماع الان، ايش تتوقع منه؟ انا اليوم يعني اتوقف عند حديثك، لا نصور للجمهور ولكل المساحه الوطنيه ان هنالك املاءات وهنالك فرض، لربما نستانس برايي. وين المشكله؟ هي العلاقات السياسيه مبنيه على بس نسبه 30% نسبه كبيره تصل الى درجه التاثير. الجلوس والصوره والحديث اللي صار ينطيك ايحاء ان هنالك قرار اتخذ. اتحول لاجتماع الاطار، لو كان الاطار غير جاد لما عقد اجتماع استثنائي، لو كان الاطار غير جاد لما دعا لتغيير قانون النظام الداخلي في المجلس لاعاده الجلسه. هذه كلها مؤشرات ايجابيه، مؤشرات جديه في انهاء هذه القضيه والوصول لرئيس مجلس النواب.